كل واحد بيسأل نفسه إيه اللي كان هيحصل لو حياتي بكل تفاصيلها عبارة عن قصة في كتاب. بس دايما القصص في الواقع أصعب بكتير، وقصة البنت الصغيرة هي اللي غيرت حياتي. شعرك منكوش يا منكوشة، كان نفسي أساعدها بس في الوقت ده هي اللي قررت تغير حياتها. بدأت تذاكر، كانت عارفة في الأول الموضوع مستحيل، أنت بنت، المنافسين كتير، مش هتوصلي، كل الأبواب كانت بتتقفل في وشها، محدش كان واثق إنها ممكن تحقق ده، بس هو ده اللي كان بيديها حافز إنها تكمل كل مرة. كده الأوردر جاهز، أقول لك أنا دعاء موسى، أحد المؤسسين والمدير التنفيذي لشركة ديفا. بقالنا 13 سنة في السوق المصري، متخصصين في منتجات العناية بالشعر، وقدرنا نوصل للسوق العالمي في أكتر من 16 دولة. بنصنع أكتر من 80 منتج آمن للشعر، ومعنا أكتر من 10,000 موزع ومتخصصة بنعتبرهم شركاء نجاحنا. وهي دي قصة نجاحي.